أقامت مبادرة وهج الثقافية والمنضوية تحت مشروع بادر التابع لوزارة شؤون الشباب وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ومبادرة بالعربي التابعة لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ختام جلساتها الحوارية والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان في حضرة لغة الضاد. هذا وحضر الجلسة الحوارية كل من سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وسيد منصور الجويعد نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من الشخصيات الفكرية والثقافية. يمكن أن تدفع عقدت مبادرة وهج الثقافية جلسة حوارية متعلقة باللغة العربية. تم استعراض عدة جوانب محورية في الجلسة كاللغة العربية والعلوم المعاصرة وعلاقة الشباب باللغة العربية وجماليات اللغة وأبرز المبادرات المتعلقة باللغة العربية في المنطقة وما لها من تأثير كبير لدى الأجيال القادمة. مبادرة بالعربي هي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة انطلقت في عام 2013 بهدف تنمية الدور المعرفي للغة العربية وتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال مختلف القنوات. ونحن في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة طبعا ومن خلال مبادرة بالعربي نفذنا العديد من المشاريع والمبادرات. تصور أن مثل هذه المبادرات مهما كان حجمها لابد أن تطرح ليس فقط في اليوم العالمي للغة العربية، إنما كل يوم نحن كل يوم عندنا هو احتفاء بهذه اللغة. اليوم الذي نصحو به صباحا ونلهج بحروف هذه اللغة هذا يوم عيد، هذا يوم نحتفي به. فأعتقد أن مثل هذه المبادرات سيكون لها دور كبير جدا، أولا في تبصير الناس بأهمية هذه اللغة بوصفها لغة ثقافة ولغة هوية، وأيضا في تقريب مفاهيم هذه اللغة. شدد عدد من الحضور على أهمية مثل هذه اللقاءات الثقافية في الإسهام في المحافظة على إتقان استخدام اللغة العربية ومنع انحسار استخدامها في مختلف المحافل، إلى جانب الدور المحوري للشباب في الحفاظ على الإرث المهم المتعلق باللغة، وإلى دور وسائل الإعلام الكبير وأهمية إسهام الجهات الرسمية المختلفة. كل الشكر والتقدير لوزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة الآثار والثقافة على دورهم في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال هذه المبادرة القيمة الداعمة للغة العربية التي تعتبر ركن أساسي في الهوية العربية البحرينية. وأنا أدعو دائما إلى الاستفادة من جهود الشباب لأنهم هم عصب الوطن، وبهم يمكن أن تترسخ هذه الهوية وتنتشر بشكل قوي جدا. قدم بالشكر الجزيل لوزارة شؤون الشباب ولهيئة البحرين للثقافة والآثار على دعمهم للموسم الأول من مواسم مبادرة وهج الثقافية، وعبارة عن مبادرة غير ربحية تقدم سلسلة من الجلسات الحوارية مع شخصيات ثقافية وعلمية مختصة في البحرين. طبعا اليوم تشرفنا بحضور دكتور خليفة ياسين بن عربي أستاذ النقد الحديث في جامعة البحرين للحديث عن محاور عدة متعلقة باللغة العربية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. هذه الجلسة الحوارية تعد ختاما للموسم الأول للمبادرة والتي تهدف إلى استدامة إقامة جلسات حوارية منظمة مع شخصيات ثقافية وعلمية مختصة في مملكة البحرين. مبادرة وهج الثقافية تختتم جلساتها الحوارية التي ساهمت في توفير بيئة ثرية بالمعرفة لمختلف فئات الحضور. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.